لا شك بأن الانتخابات مهمة، ولا شك بأن مجلس الأمة هو صمام الأمان اللي من خلاله يعني يتم المحافظة على حقوق الناس وعلى المال العام وعلى كل التجاوزات الحكومية اللي شفنا في الفترة الأخيرة بعد حل مجلس الأمة، كيف أتت بعض القرارات اللي يعني تعكس نهج الحكومة القادم. ووجود مجلس الأمة لا شك أنه ضروري في الحياة الكويتية خصوصا. أخوي مثل ما أنتم عارفين السيف مجرب، والمرحلة القادمة مرحلة حساسة وصعبة وتحتاج ناس أشداء، وحنا نتمنى الاختيار الأصلح. وأنا ما أمدح على أساس أنه أخوي، لكن أنتم جربتوا وجربتوا في المواقف اللي صوت فيها. الأخ خالد محمد مؤنس العتيبي رجل مصلح، رجل له باع طويل في عالم السياسة، ورجل له مواقف طيبة. نسلم على أخونا نائبنا القادم إن شاء الله خالد محمد العتيبي، اللي أثبت صراحة يعني أداء الطيب في الانتخابات وفي مجالسة اللي كان نائب فيها في 4 مجالس سابقة. خالد مونس من المرشحين الجيدين، نتمنى له التوفيق هو وزملاء المرشحين الآخرين. زيارة اجتماعية بسبب الغبقة، وهذه عادة كويتية قديمة، جايين نبارك له الشهر وأيضا نبارك له افتتاح مقره، وإن شاء الله الله يحالف الحظ السنة هذه ويرجع كما كان في مجلس الأمة. اختاروا الرجل الصحيح، اختاروا الرجل المناسب في الوقت المناسب في المكان المناسب. هذا الأمر يخص الشعب الكويتي، هو يختار من يراه مناسب لتمثيله في مجلس الأمة 2024، لكن أنا على ثقة بأن الشعب الكويتي سيوصل أغلبية برلمانية إصلاحية للفترة القادمة، هذا اللي أنا واثق منه. كل عام وانتم بخير، عساكم من عواده، حنا يا أبو محمد. كل عام وانتم بخير، من عواده، واحنا مع أبو محمد. محمد خالد مونس العتيبي، رونالدو أفضل لاعب بالتاريخ. رونالدو أبو